بفضل الله تعالى أقيمت دورة لإعداد وتأهيل الدعاة عبر الإنترنت تحت إشراف مركز الدعوة الإسلامية، حيث يتم تعليمهم في هذه الدورة بعض أساليب الدعوة إلى الله، إضافة لأحكام الصلاة والطهارة وبعض المسائل الشرعية التي تهم المسلم في حياته وعباداته لتكون مقبولة عند الله على وجه صحيح. كما ويشارك في هذه الدورة 80 مشاركا من الإخوة والمحبين ومن دول مختلفة حول العالم، وتهدف هذه الدورة إلى إصلاح النفس أولا، ثم نشر الخير والصلاح إلى الناس تحت شعار علي محاولة إصلاح نفسي وجميع أناس العالم إن شاء الله تعالى. أشكر لمركز الدعوة الإسلامية في باكستان بصفة عامة، ولعلمائه وقادته المباركين الذين يقومون دائما بنشر دين الله تعالى والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ونصر سنته النبوية. ونحن استفدنا كثيرا من هذه الدورة. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم. يا إخوة الأكارم، الحمد لله عز وجل، المركز الدعوة الإسلامية هو مركز عظيم، مركز لعشاق الحبيب المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم. الحمد لله في هذا المركز السنن النبوية يعلم ويتعلم، والحمد لله عز وجل تعليمات القرآن والسنة والآداب الإسلامية يتعلم ويعلم في المركز الدعوة الإسلامية، مقره الرئيسي في مدينة كراتشي باكستان. الحمد لله عز وجل تحت أشراف المركز الدعوة الإسلامية عدة دورات يقام في كل فترة وحين وحين. الحمد لله في هذه الدورات ما شاء الله عز وجل هناك الدورة إعداد الدعاة، ما شاء الله كيف تدعو الناس إلى أمر الله سبحانه وتعالى وإلى أمر رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم، كيف تقوم بواجبات الدعوة إلى الخير، كيف تقوم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كيف تصلح نفسك، كيف تصلح أخلاقك، كيف تصلح أعمالك، وكيف تصلح الأناس الآخرين، لأن الهدف المركز الدعوة الإسلامية وشعاره هو علي محاولة إصلاح نفسي وجميع أناس العالم إن شاء الله عز وجل. ولتكميل هذا الهدف والشعار الحمد لله عز وجل هي الدورات يقام فيه الدورة لعلوم الفرضية، فيه الدورة لأعمال الصالحة، فيه الدورة لإعداد الدعاة. الحمد لله عز وجل حاليا الآن الدورة لإعداد الدعاة وأعمال الصالحة يقام على إنترنت، والحمد لله عز وجل يشاركون فيه عدد من الإخوة من صومال، من كينيا، من يمن، من ألمانيا، من نرويج، من نمسا، من بلجيكا، ومن بريطانيا، ومن بلاد أفريقية شتى. الحمد لله عز وجل في هذه الدورة يعلم كيف ينبغي أن يكون الداعي وأخلاقه وآدابه وعمله وشخصيته، كيف يدعو الناس، كيف يدعو الآخرين إلى الله سبحانه وتعالى وإلى الدين. الحمد لله عز وجل يهتم المركز الدعوة الإسلامية لإعداد الدعاة لكي نرسل، لكي نبعث الداعي ويكون ملتزم بأخلاق الداعي، يكون ملتزم بسنن النبوية صلى الله تعالى عليه وسلم. والحمد لله عز وجل لمزيد من التفاصيل أرجو منكم أن تتواصلوا مع مواقع الإلكترونية فيه على فيس وعلى يوتيوب وعلى بريد الإلكتروني وعلى موقع الرسمي لمركز الدعوة الإسلامية العربية. ولمزيد من المعلومات يمكنكم أن تتواصلوا على أرقام وعلى مواقع الإلكترونية التي تظهر أمامكم على الشاشة. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم.